السلام عليكم. ان شاء الله في الفيديو ده هنتكلم على الهيموجلوبين. هنتكلم عن ايه في الهيموجلوبين؟ هنتكلم على اللوكيشن والفانكشن بتاعته، الاستراكشر بتاعته، النورمال ليفلز بتاعته في البلد، عمليه البايندنج بتاعه مع الاكسجين، وحاجه اسمها اكسجين ساتوريشن كيرف، وهي الفاكتورز اللي بتافكت الفانكشن اوف هيموجلوبين. طيب مبدئيا كده، هو ايه الهيموجلوبين ده؟ من اسمه عباره عن هيم وجلوبين، يعني بروتين بارت اللي هو جلوبين ونون بروتين بارت اللي هو الهيم. عشان كده بيقول ان هو كونجوجيت بروتين، بيتكون من هيم كبروثيتيك جروب وبروتين بارت اللي هو الايه الجروب. ممكن ان احنا نقول عليه ان هو هيمو بروتين، قال لك وماله، ما هو اصلا هيموجلوبين يعني هيم كونتيننج بروتين، تمام. ممكن نقول عليه ميتال بروتين، قال لك برده ماشي، لان احنا عارفين ان الهيم فيها ايه ميتال ايرون، ايون اللي هو الاير، تمام. طيب ندخل بعد كده، اول حاجه هنتكلم عليها هي النورمال ليفلز بتاعته في البلد. الارقام ديت يعني متداوله ومشهوره، ان في الميل بتكون في رينج من 14 ل 16 كنورمال يعني جرام بير ديسيليتر، وفي الفيميل بتبقى من 13 ل 15 جرام. برضه ناخد بالنا انها جرام مش ملي جرام. بعد كده هنتكلم على اللوكيشن والفانكشن بتاعته. عارفين ان هو موجود في الار بيزيز، وظيفته ان هو بيوصل الاكسجين من اللنج للتيشوز، وبياخد ثاني اكسيد الكربون من التيشوز يوديه لللنج تو بي اكسكريتد. يقولك طب هو ليه اللفه دي؟ ما نخلي الاكسجين يمشي مع نفسه وخلاص. قالك لا، الاكسجين ده بورلي سولابل ان ووتر، واحنا عارفين البلازما معظمها ووتر، فمحتاجين للهيموجلوبين تو كاريت يعني، تمام. طيب ندخل تالت حاجه بعد كده على الاستراكشر بتاعه. اسمه هيموجلوبين، فبيتكون من هيم بارت، وده اللي احنا شرحناه في الفيديو اللي فات، اللي هو بيبقى فيه ايرن وبروت بورفرين وبروتين بارت اللي هو الايه الجلوبين. الجلوبين ده عباره عن بروتين، وزي ما احنا قلنا في الفيديو برده اللي فات، ان احنا لما نيجي نتكلم على الاستراكشر بتاع اي بروتين بنقول برايمري ستراكشر، سكندري ستراكشر، تيرشري ستراكشر، كواترنري ستراكشر. البرايمري ستراكشر بيكون عباره عن سلسله كده من امينو اسيد، جاست انها بتوضح لي السيكونس بتاع الامينو اسيد. نيجي في السكندري ستراكشر، نبدا ان احنا ناخد السلسله دي نعمل لها لوكال فولدنج كده في صوره يا اما الفا هيليسيز يا اما بيتا شيتس. شايفين ده هوت الايه، ده البرايمري ستراكشر بتاع امينو اسيد، تمام، سلسله كده وخلاص. في السكندري بنعملها لوكال فولدنج بحيث نعمل الفا هيليسيز دي او البيتا شيتس دي، تمام، وبنربط ما بينهم عشان ما يتفكوش بهيدروجين بوند. ما علينا، يعني بتبقى في صوره الفا هيليسيز او في صوره ايه بيتا شيتس. نيجي على التشر ستراكشر، ان احنا بنبدا ان احنا نعمل فولدنج اكتر للبوليبيبتايد تشين دي، 3 دايمنشنال فولدنج كده، وايه ونثبتها برده ب روابط هنقول عليها كمان شويه. كواترنر ستراكشر ده بقى للبروتينز اللي هي بيكون فيها كذا سب يونتس، تمام. هنعرف دلوقتي الجروبين فيه 4 يونتس، تمام، فده بيكون للبروتينات اللي فيها اكتر من يونت، بحيث ان احنا ايه نربط اليونتس دي مع بعضها، تمام. تعالوا بقى نتكلم بخصوص الجلوبين ذات نفسه. اول حاجه البرايمري والسكندري ستراكشر بتاعه. في البدايه كده هنعمل اوفر فيو على شكل الهيموجلوبين، ان هو عباره عن تتراميريك 4 يونتس كده، تمام. هل الاربعه يونتس دولت مختلفين تماما عن بعض؟ قال لك لا، في 2 شبه بعض و2 شبه بعض، تمام. طيب لو جينا نعمل الكتروفوريسز للهيموجلوبين ونشوف انواع الهيموجلوبين، يعني هنلاقي ان احنا عندنا هيموجلوبين اسمه هيموجلوبين A1 او A بس كده، فيه وايه دي الترمز للادلت يعني، وهيموجلوبين A2 وفيتال هيموجلوبين. الهيموجلوبين ايه ده؟ ده هو ده اللي بيشغل، بيقول لك ان هو بيشغل حوالي 97% من الادلت هيموجلوبين بتاعنا، تمام. ده اللي هو التوب بتاعنا يعني، تمام. ده بيتكون من 2 الفا و2 بيتا، عشان احنا عندنا 4 سب يونتس، 2 شبه بعض 2 شبه بعض، فده بيتكون من 2 الفا و2 بيتا. اما الادلت 2 ده دوك 2% كده ولا حاجه، ده بي ايه بيكون 2 الفا و2 دلتا. ممكن نسكمها كده ان الايه ان هو ادلت ودلتا الاثنين فيهم دي. طبعا الاي 1 ده ما فيهوش كلام، هو 2 الفا و2 بيتا، احنا بنتكلم بقى على الباقي، تمام، عشان ما نتلخبطش في السكيما بس، تمام. الفيتا الهيموجلوبين ده اللي بيبقى موجود في دم الفيتاس يعني، بس الجرادول اللي بيتحول للادلت هيموجلوبين بتاعنا ده بيكون 2 الفا و2 ايه و2 جاما، تمام. بيقول لك بقى ان احنا مثلا عندنا حاجه زي مثلا الادلت هيموجلوبين، الادلت مثلا الهيموجلوبين ادلت ده مثلا 2 الفا و2 بيتا، بنلاقي ان الفا وبيتا عملوا له دايمر، والفا وبيتا التانيين عملوا له دايمر، يعني في دايمر الفا بيتا ودايمر تاني الفا بيتا، فبقوا هم دايمر، لان ده الفا بيتا وده الفا بيتا برضه. لو مثلا 2 الفا هما اللي شبكوا مع بعض و2 بيتا هما اللي شبكوا مع بعض، كان مش هيبقى هم دايمر، لان 2 الفا و2 بيتا، انما بما انهم عملوا لي الفا بيتا دايمر والفا بيتا دايمر، فبقى ايه بقى هم دايمر، تمام. بالنسبه للارقام بقى، هي موجوده في التكست يعني ارقام، وفي الجدول اللي بعده ارقام، وفي السلايد الدكتوره كانت عامله ارقام ثالثه خالص يعني، فنبقى نسال على حكايه الارقام دي. طيب احنا كده اتكلمنا على ان احنا عندنا الفا وبيتا وبتاع. طب انا عايزين نشوف
الالفا تشين دي عباره عن ايه والبيتا تشين دي عباره عن ايه. لكن الالفا دي عباره عن مويه 41 امينو اسيد، تمام؟ يعني في البرايمري ستراكشر كده لو جينا فردناها هنلاقيها عباره عن 141 امينو اسيد. في السكندري ستراكشر هنعمل لهم ال 141 امينو اسيد ده هنعمل لهم فولدنج، لوكال فولدنج كده، في صوره ايه؟ هيليسيز، مش في صوره بيتا شيتس، في صوره هيليسيز. هيعملوا لي 7 هيليكال ريجون، تمام؟ اما البيتا والجاما والدلتا بيكون عندهم 146 امينو اسيد، يعني ازيد 5 امينو اسيد، فدولت مش هيعملوا 7 بس هيعملوا 8 هيليكال ريجون، تمام؟ بتقول لك ان الالفا عندها كونتنت بالالانين، ممكن نسكمها اي ال واي ال، الفا والانين، تمام؟ انما دولت عندهم هاي كونتنت من ايه؟ من اليوسين. كده وصلنا للسكندري ستراكشر ان احنا عملنا ايه؟ الفا هيليسيز، صح؟ طيب عايزين بقى قبل ما نبدا بقى، تعالوا راجع تاني كده على التايبس. ان انا عندي هيموجلوبين ادلت 1 اللي هو 2 الفا و2 بيتا، الهيموجلوبين اي 2 اللي هو 2 الفا و2 دلتا، هيموجلوبين اللي هو بتاع الفيتال فيه 2 الفا و2 جاما. لو جينا نبص على نسب الارقام دي هنلاقي مثلا هيموجلوبين اي 1 90%. هي ايه النزله الرهيبه دي؟ قال لك لان احنا ظهر عندنا حاجه اسمها هيموجلوبين اي 1 سي. ايه هيموجلوبين اي 1 سي ده؟ ده جلايكيتد هيموجلوبين، هو بالظبط الهيموجلوبين اي 1 ده، بس رحنا لازقين له جلوكوز نون انزيماتيكالي كده، ايه اتحد مع جلوكوز فبقى اسمه الفا 2 بيتا 2 عادي جلوكوز، تمام؟ ده اسمه جلايكيتد هيموجلوبين، هنتكلم عليه دلوقتي، تمام؟ كده وصلنا الحمد لله للسكندري ستراكشر ان احنا عملنا هيزيز. هنبدا بقى ناخد ايه؟ نعمل فولدنج اكتر للبوليبيبتايد تشين، تاخد الجلوبولار فورم. احنا عارفين ان البروتين ممكن ياخد شكل الجلوبولار، ممكن ياخد شكل الفايبرز عاده يعني، او غالبا بس مش الكل، ان اللي بيكون في السكندري ستراكشر بتاعه الفا هيليسيز بيعمل لي شكل الجلوبولار ايه؟ بروتين. اما اللي بيكون في صوره بيتا شيتس كده بيعمل لي ايه؟ فايبرز بروتين، تمام؟ طيب هياخد شكل الجلوبولار بروتين، هو ايه الكاركترستيك باترن بتاع الجلوبولار بروتين؟ قال لك ان السيرفيس بتاعه بيبقى بولر عشان الهيدروفيلك امينو اسيد تعمل روابط هيدروجين بونز مع المايه اللي حواليها في السيتوسول، ودي بتخليها بتساعدها انها تتحرك فريلي يعني بحريه اكتر. والانتيرور بارت بيبقى نون بولر، وده هنعرف فايده الايه؟ احنا عرفنا كده فايده البولر، هنعرف دلوقتي فايده الايه؟ النون بولر. دلوقتي بقول لك اللي جوه بيبقى نون بولر ما عدا التون ستينوسودز بتوعنا، تمام؟ ده الكاركترستيك باترن بتاع جلوبولار ايه؟ بروتين. طيب بيقول لك يعني في التيرشر ستراكشر ان ممكن يكون امينو اسيدز، اتنين امينو اسيدز كده في البريمري ستراكشر في السلسله الطويله كانوا بعاد عن بعض خالص، واحد في الشرق واحد في الغرب، اما عملنا فولدنج ايه؟ قربوا من بعض، وارد يعني، ايه المشكله؟ زي البروكسيمال والديستال ايه؟ هيستيدين. طيب ايه هي الروابط او الحاجات اللي بتعمل استابيلايزيشن للتيرشر ستراكشر ده عشان ما يفكش تاني؟ هما نون كوفيلنت بونز، زي مثلا البوند دي اللي هي الايونيك بوند ما بين اسيدك امينو اسيد وبيزك امينو اسيد، عملنا ايونيك بوند او ايه؟ سولت بريدج. في نوع تاني من الروابط اللي هو هيدروفوبيك انتراكشنز اللي احنا شايفينها دي، في نوع تالت من الروابط اللي هو الهيدروجين بوند، تمام؟ في بعض البروتينات يعني اللي هي الدايسايفايد بوندز لما بيكون في صدفه يعني اتنين سستين كده جم قصاد بعض ولا حاجه. ما علينا، خلينا نركز في الايونيك بوند والهيدروفوبيك انتراكشنز والهيدروجين بوند. ندخل بعد كده على التيرشر ستراكشر. التيرشر ستراكشر ده بيقول لك ان احنا عندنا الهيموجلوبين ده بيحصل لما قلنا البروتينات اللي فيها كذا سب يونتس، فاحنا عندنا الجلوبين 4 سب يونتس، وعارفين ان في الفا وبيتا بيتحدوا مع بعض يعملوا دايمر، واكيد هنربط الدايمر ده بالدايمر ده. فبيقول لك ما بين الدايمر ذات نفسه ما بين الالفا والبيتا بيكون في سترونج انتر اكشنز، معظمها بيبقى هيدروفوبيك. هو عامه الروابط اللي بتثبت التيرشر هي اللي بتثبت الكواترناري، تمام؟ بيقول لك ان بين البتاع دي بيبقى غالبا ايه؟ بتبقى سترونج انتراكشنز ايه؟ هيدروفوبيك انتراكشنز. اما بين الدايمر ده والدايمر ده بتبقى ويك ايونيك ويك ايونيك اند هيدروجين ايه؟ بوند. يبقى اللي ما بين الالفا وبيتا قويه، انما دي ما بينها ايه؟ بتبقى ضعيفه، تمام؟ طيب ايه الجلايكيتد هيموجلوبين ده؟ يعتبر احنا قلنا كل حاجه فيه ان هو عباره من الهيموجلوبين ايه اللي هو الفا 2 بيتا 2 بيتحد نون انزيماتيكالي يعني مع الجلوكوز عشان يكون لي الجلايكيتد هيموجلوبين. هو النورمال كونسنتريشن بتاعه بيبقى من 5 ل 8 كده، قليل يعني. اما لو جيت مثلا اشوف نسبته ولقيت نسبته مثلا 12% او اكتر، معنى كده ان في دايبيتس، البلاد شوجر عالي، فزود لي نسبه الجلايكيتد هيموجلوبين، تمام؟ طيب ندخل بقى على عمليه البايندنج اوف اكسجين للهيموجلوبين. احنا عارفين ان الهيموجلوبين 4 يونتس وكل يونت فيها هيم، تمام؟ فعندنا كده ايه؟ ممكن ان احنا نشبك كان 4 مولكيولز من الاكسجين. قال لك ان الهيم ده بيبقى بيرد في بوكيت انسايد الهيموجلوبين، زي ما احنا شايفين كده. ان احنا لما جينا نعمل فولدنج في التيرشري ستراكشر، لما جينا نعمل فولدنج
اتساب منطقة كده زي بوكت كده، هي المنطقة دي اللي اتحشر فيها الهيم بقى، يبقى هيم سسبندد انا بوكت فورمت باي فولدنج اوف بوليبيبتايدس شين. حواليه زي ما احنا عارفين ان من جوه الانتيرور بارت ده فيه هيدروفوبيك امينو اسيد، فهو اللي بيقول لك ان الجو اللي جوه الهيدروفوبيك ريسيدوز دي بتشتغل مهمة في، احنا قلنا ان ليها وظيفة وليها مهمة دلوقتي هنقولها، ان هي بتبقى بتشتغل كبروتكتيف ميكانيزم، انها بتحمي الحديد اللي في الهيم ده ان هو ما يحصلوش اوكسيديشن يتحول للفرك، قلنا ان احنا مش عايزينه يتحول للفرك. تمام. طيب بعد كده بيقول لك ان هو بقى ايه، ان احنا بيبقى محفور في بوكت، محتاجين ان احنا نعمل شوية كونفرميشنال تشينج كده في شكل البروتين عشان ايه نساعد عملية الاكسجينيشن يعني. تمام. نبدأ بقى عملية الاكسجينيشن، ان احنا عندنا بتبدأ الحكاية مثلا بتشبيه مثلا يكون في حمام سباحة وفي 4 أطفال مثلا واقفين قدامه عاوزين ينطوا، بس هما كلهم خايفين، فمحتاجين ان واحد يضحي وياخد الشجاعة وينط، الباقي كله هي ايه هينط شكله. هو نفس الكلام بيحصل في الايه في الـ في الاكسجين بايندنج، ان بيكون عندي ان الفيرست اوكسجين مولكيول ده اما بيروح يمسك في الحديد، المفروض ان الحديد ده بيكون بعيد عن الرنج. لحظة كده نشوف في الفيديو ده. Before the binding of oxygen, بيقول لك قبل ما نعمل binding option كان اللي هو الفيروس ايرون ده بعيد شوية عن الرنج. تمام. The binding of oxygen causes the iron to be drawn into the plane of the porphyrin ring. يعني هو كان فوق لما جه الاكسجين راح شادد الايه الحديد اللي تحت، ولو ناخد بالنا هو ما اتشدش لوحده، اتشد معاه الايه البروكسيمال هيستيدين، واتشد معاه الريسيدوز الاتاتش للبروكسيمال هيستيدين، كلهم اتشدوا مع بعض. تمام. يبقى البايندنج بتاع الفيرست اوكسجين مولكيول للحديد اتوم تو ذا فيرست هيم جروب اوف دي اوكسي، كان الاول دي اوكسي ما كانش لسه فيه اوكسجين هيموجلوبين، قصدي كان الهيموجلوبين لسه كان دي اوكسجينيتد يعني. تمام. بيشفت الفيروس ايون توورد ذا بلين اوف ذا ايه اوف ذا هيم اوف ذا رينج. تمام. في بوزيشن هو كانت تحت يعني في الفيديو كان هو فوق، هو بيقول لك ان هو كان ايه كان تحته ب6 نانومتر، قربه خلاه يبقى تحته بايه 1 نانومتر. تمام. طيب قال لك ان الحركه دي ما اتنقلتش للحديد بس، ده اتنقلت كمان لمين؟ الحركه دي اتنقلت للبروكسيمال سيدين اللي هو اللي موجود في الهيليكايه اف الرقم الثامن امينو اسيد، اند ذا ريسيدوز ادتش ايه تو ات، والريسيدوز كمان الامينو اسيد اللي ماسكه فيه. تمام. فكده انا عملت قلق يعني ايه، كسرت روابط وغيرت في الكونفرميشنال تشينج بتاع الايه بتاع البروتين سكندري وتيرشري وستراك وكويترنري. تمام. فقال لك ان انما بما ان انا كسرت روابط وكده فالهيموجلوبين بتاعنا كان تنس كده لان كان مشدود، لان انا كنت كان في روابط كتير، اما انا فكيت الروابط دي وكسرتها فبدا ان هو يريلاكس. تمام. ويقول لك كنتيجه لكده كنتيجة لكده فان هو بدأ ان هو يريلاكس كده، هنشوف دلوقتي هيلف الرابط اتكسرت هيلف وان بير من الدايمر ده على التاني. When oxygen binds, the conformational change results in the dimeric halves rotating 15 degrees relative to one another. أو لف واحد Hemoglobin's two conformations are called the T for tensor taut and R كده ناحية التاني ناحية ال other pair. فبيقول لك اهو as a consequence one pair sub units يعني rotate 15 degree with respect to the other pair. تمام. وبيقول لك ان هو compacting ال cavity، ابصوا اما كان في هنا هو قبل ما يحصل rotation يعني كان في cavity ما بين ال units دي، ال cavity ده قل نتيجة ال rotation. يعني مثلا ممكن يوضح شويه في الرسمه دي، او انا بقى لما كان عندي الدايمرزات في الدايمرات في مكانها كده كان عندي كافيتي هنا، اما جيت عملت روتيشن لو تخيلناها كده لقيت ان الكافيتي ده ايه قل، فهو ده اللي بيقول لك ان هو كسيكونس يعني كنتيجه ان الكافيتي اللي كان متكون بين الاربعه فورمد باي 4 تشينز بيكام نروور. تمام. وده طبعا وكل الحاجات ديت بتزود الافينيتي ان الافينيتي للاكسجين، ان بعد كده ان شاء الله الاكسجين اللي جاي هيحتاج ان هو يكسر روابط اقل، فالمجهود بتاعه هيبقى اقل فيقدر يمسك اسرع. تمام. فهو بيقول لك ان ده بيفاسيليتيت البايندنج بتاع اديشنال اكسجين للان ريميننج اوكسجينيتد هيم، ما احنا هنا هيم واحده اللي مسك فيها اكسجين دلوقتي، لسه في 4 3 يونتس تانية فيهم هيم لسه ما اتمسكش فيهم حاجه، فده بيزود الافينيتي لان انا بيقول لك ان انا كده بحتاج اكسر روابط اقل. يعني شايفين بصوا الايونيك بونس اللي كانت هنا
في قبل ما يحصل اوكسجينيشن كانت كتيره قوي. لما عملنا اوكسجينيشن بدات الايه الايونيك بوندز دي تقل او سولت بريدجز تقل، تمام. هو وتحول من تنس لار فورم. تنس اللي هو كان اللي هو الدي اوكسجينيتد هيموجلوبين اللي هو كان لسه ما مسكش فيه اوكسجين، لسه كانت الاوكسجين بايندنج سايت بتاعته امبتي، كانت السولت بريدجز كلها موجوده ما اتكسرناش حاجه منها لسه، كانت الفيروس ايون بعيده عن البريم بتاع البورفرين. طب هي كانت اصلا بعيده ليه؟ لان في ستيريك ريبولشن ما بين الكربونه بتاعه البروكسيمال هيستيدين والنيتروجينه بتاع البورفرين، خلت الحديد ده يطلع بره، وحاجه كمان هنقولها دلوقتي، تمام. وكان في بيقول لك ان كان في تيروزين ما بين الاتش والاف ال سي، عارفين ان احنا مدينهم ارقام اي بي سي دي اف جي كده، ما بين الهيليكاي اف والهيليكاي اتش كان في تيروزين ريسيدوس كده. اما جينا اما في التي فورم كانت موجوده، كان في سبيسز بقى وكده، ما كناش استعملنا الروتيشن وبتاع. اما بقى في الار فورم نتيجه السبيس دي قلت وكده، فحصل ريبولشن للتيروزين تشيل، تمام. في الار فورم الريلاكسد فورم بقى ديت بتبقى اوكسوباي باي اوكسجين، سولت بريدجز كتير منها اتكسر، الحديد بقى دخل جوه الرينج. بيقول لك لان الدايمتر بتاعه اصغر، يعني الحديد لما ما كانش اوكسجينيتد ما كانش لسه ماسك في الاكسجين كان عنده هاي الكترون دنسيتي، اما انا مسكت فيه الاكسجين الالكترون دنسيتي دي قلت، فالدايمتر بتاعه قل، فبدا ان هو ايه فالدايمتر بتاعه قل بقى ايه، فقدر ان هو يخش انسايد البروت بورفر او البورفر رينج، تمام. طيب في حاجات بتاثر على في حاجات بتاثر يعني على الفانكشن بتاع الهيموجلوبين، حاجه منهم اسمها الكوبرتيفيتي. ايه هي الكوبرتيفيتي او الهيم هيم انتراكشن دي؟ ان احنا زي ما احنا عارفين ان احنا هنمسك 4 مولكولز من الاكسجين، لان احنا عندنا 4 هيم في الهيموجلوبين، صح. قال لك لما يكون عندك، احنا قلنا اول اكسجينيه بتجد صعوبه، بس بعد كده طالما اكسجينيه مسكت الباقيين بقى بيمسكوا اسهل، تمام. دي بنسميها الكوبرتيفيتي او هيم هيم انتراكشن. ونفس الكلام ده مثلا في اللنج، احنا محتاجين نمسك اوكسجين في التيشو مثلا، واحده تسيب برضو الباقي يبقى يسيب اسهل كده يعني، تمام. فبيقول لك الفينومينا دي بتساعد الهيموجلوبين ان هو يقوم بوظيفته كويس، لان هو في اللنج ما يكون عندي في اللنج التنشن بتاع او البارشال بريشر بتاع الاكسجين عالي، محتاج ان انا اشيل اكسجين، فما اكسجينيه تمسك الباقي كله يمسك واملى بقى الهيموجلوبين واروح بيه للتيشو ايه عشان اديهوله. والعكس في التيشو البارشال بريشر بتاع الاكسجين هناك قليل، فمحتاج ان انا اسيب الايه الاكسجين للتشو يعني، فواحده تسيب برضو الباقي كله يسيب. فده بيقول لك الفينومينا دي بتلاو الهيموجلوبين ان هو يماكسمايز بوث الكوانتيتي اوكسجين لودد اللي هيحملها في اللنج، والكوانتيتي ريليزد اللي هي ايه اللي هيسيبها في التشو، تمام. والكوبرتيف انتر اكشن دي اكسبلوسيف للمالتي ميريك بروتينز، للبروتينات اللي بيكون فيها كذا يونت. يعني مثلا هنعرف ان الهيموجلوبين المايجلوبين هو برضو هيم وفي حواليه جلوبين بس يونت واحده، هل في خاصيه الكوبرتيفيتي دي؟ لا، تمام. ده موجوده فين؟ في الهيموجلوبين، وده عشان الهيموجلوبين محتاج ان هو ينقل ويشيل، انما الميجلوبين اصلا بيعمل ستورج، تمام. طيب ندخل بقى على الكيرف بتاع الاكسجين ساتوريشن كيرف، او بنسميه اكسجين بايندينج كيرف او اكسجين ديسوسيشن كيرف. الكيرف ده عاملين رسم بياني ما بين البارشال بريشر بتاع الاكسجين في الارتري مثلا حوالين الهيموجلوبين في التيشو واللنج كده، و مدى ساتوريشن الهيموجلوبين بالاكسجين. يعني بمفهوم اخر ان الكوانتيتي بتاع الاكسجين او قد ايه الهيموجلوبين ساتوريتد باي اكسجين بناء على البريشر بتاع الاكسجين، تمام. ادي الكيرف اهو، على الراسي الساتوريشن اوف هيموجلوبين الساتوريشن بتاعه من الاكسجين يعني، وهنا الايه الاكسجين بارشال بريشر. لو جينا نبص على الكيرف هنلاقي سيجمويدال ان شيب. ايه اللي عامل سيجمويدال شيب ده؟ قالك اللي عاملها الكوبرتيفيتي اللي احنا قلنا في الاول بيكون الاكسجين بيلاقي صعوبه، بعد كده مره واحده بنلاقيه زايد، تمام. إيه هنا وانا ماشي هنا كده وانا رايح للتنشن، المفروض ان احنا هنا في ارقام يعني كده، وفي بريشر في البريشرات العاليه هنا اللي بتحصل في اللنج بيكون عندك الايه زي ما احنا شايفين الساتوريشن عالي خالص اهو من الهيموجلوبين، تمام كده. وانا بعمل ايه بايندنج بمسك في اللنج، هنا بقى الاكسجينات الساتوريشن اللي هو البريشر القليل ده مثلا وانا في التيشو ده ايه، وانا بعمل ايه ديسوسيشن، فممكن نقول عليه هيموجلوبين ساتوريشن بايندنج كيرف او ايه ديسوسيشن كيرف، وانا بمسك في الاكسجين وانا بقى ايه وانا بسيب. طيب يبقى الاكسبلانيشن بتاعه ان هو سيجمويدال، ان هو ايه اللي عمل السيجمويدال ده، ان هو الكوبرتيفيتي، ان واحد من الاكسجين يمسك الباقي بقى سهل عليه ان هو ايه ان هو يمسك، تمام. في حاجه بقى اسمها سي بي 50،
اي سي بي 50 دي قال لك ان احنا عايزين البريشر، نحدد مدى البريشر اللي عنده 50، اللي عنده 50% من الهيموجلوبين ار ساتوريتد باي اكسجين. لو جينا نبص في الرسمه اللي فيها الارقام دي، مثلا لو جينا نبص كده، انا عايز اشوف الايه الساتور ال 50% ساتوريشن من الهيموجلوبين هيعملوا عند كام، هحتاج بريشر كام ليهم عشان يبقوا ايه 50% ساتوريتد؟ هلاقي حوالي 26، تمام، في النورمال يعني. يبقى عند 26 تور او ملي متر زئبق تنشن من الـ من الـ من الاكسجين بنكون عندنا 50% من الهيموجلوبين ساتوريتد، تمام. طيب بيقول لك ان افرض اللي هو 26 ده قل يعني عند ضغط اقل عملنا ساتوريشن برضو 50%، معنى كده ان الافينيتي بتاع الهيموجلوبين زادت. وده بيحصل ايه؟ ده بيشفت يا ترى هيشفت الكيرف ده ناحيه الرايت ولا ناحيه الليفت؟ اكيد ناحيه الليفت. يعني مثلا لو انا عند 50% اهو، بس حصل ساتوريشن عند بريشر اقل، كده البريشر اقل وصلت برضو لل 50، فمعنى كده ان انا عملت اهو، لو جينا بص بالارقام يعني هلاقيها ناحيه شفتت ناحيه ايه، ناحيه الليفت. اما العكس لو انا النسبه دي عندي زادت، يعني محتاجه تنشن اكتر عشان اوصل لل 50، معنى كده ان انا شفت الايه، خليت الكيرف يتشفت ناحيه الرايت، تمام. طيب ومعنى كده ان الافينيتي بتاعته بتاعه الهيموجلوبين قلت. طب السيجنيفيكانس بقى، عامه كل الحاجات بتخدم ان الهيموجلوبين ده يبقى كارير بروتين كويس، تمام. فبيقول لك ان البروبرتي دي برضو ان انا بتخليه يمسك عارفين في اللنج مثلا ان التنشن او البرشر بريشر بتاع الاكسجين عالي، فده بيقلوهم ان هو يبايند الكميه اكبر او ان كميه اكبر من الهيموجلوبين تبقى ساتوريتد. والعكس في البريفر تيشو ان هو ان البريشر هناك قليل، فده بيخليه ايه، بيخليه الهيموجلوبين يسيب الاكسجين اللي معاه، يعني يديليفر ماكسيمال كوانتيتي. فبقول لك ان هو بيبرمت ماكسيمال كوانتيتي من الاكسجين ات البريسبيراتوري اورجانز، وبيديليفر ماكسيمال كوانتيتي من الاكسجين في البريفيرال ايه تيشو، تمام. فبيخليه يعني بيساعده ان هو يكاري ويديليفر الاكسجين افيشنتلي من الاماكن اللي هي ذات الضغط العالي البارشال بريشر من الاكسجين عالي، الاماكن اللي هي ذات اللو بارشال بريشر اوف اكسجين، تمام. نتكلم بقى على اخر حاجه معانا هي البور افكت. البور افكت دي برضو من ضمن الفاكتورز بتاثر على الفانكشن بتاع البروتين الهيموجلوبين، برضو تخليه يقوم بوظيفته كويس. بيقول لك ان الهيموجلوبين بتاعنا ده الوستريك بروتين. يعني ايه الوستريك بروتين؟ يعني عنده مثلا الاكسجين بايندنج سايت بتاعه وعنده الوستريك سايتس تانية بيمسك فيها حاجات تانية بتخلي يعني بتعمل ريجوليشن ان الاكسجين يمسك ولا لا، اللي هو يعني يعني هو كده، تمام. يبقى الاكسجين بايندنج سايت بتاع بيكوز البايندنج اوف اكسجين هيموجلوبين ريجوليتد باي ايه؟ يبقى الالوستريك فيكتورز دولت زي الهيدروجين ايون، تمام، يعني نقص البي اتش والسي او 2، تمام. على الرغم ان هما لو بيمسكوا في الهيموجلوبين في اماكن بعيده خالص عن الهيم، بس هما برضو وجودهم بيعمل ايه، بيعمل ازمه، تمام. طيب تعال نشوف على الكيرف وبعد كده نقول نقرا الكلام. يعني ايه بقى الكلام ده؟ لو احنا مثلا جينا بصينا في التيشو، مثلا في التيشو اللي بيكون مثلا فيه نتيجه الميتابولايتس وكده، فاحنا عندنا اتش موجب وايه وثاني اكسيد الكربون كتير. فايه اللي يحصل؟ ايه اللي يحصل؟ ان الحاجات دي كلها بتعمل بتروح ماسكه تمسك في الهيموجلوبين تقلل الافينيتي بتاعته الاكسجين، فيبدا الهيموجلوبين هو يسيب. طب ده بيحصل مثلا ازاي؟ مثلا حاجه زي الاتش الموجب كده بتروح رايحه ماسكه في اماكن معينه من الهيموجلوبين، تروح مديها شحنه موجبه من هو اتش موجب، ماشي، فتخلي الموجب ده يمسك في حاجه جنبه نيجاتيف، فكده يزود السولت بريدج. واحنا عارفين ان احنا لما بنزود السولت بريدج كده احنا بنعمل ستابيلايزيشن اللي هي التنس فورم اللي هي الديوكسجينيتد ايه فورم، تمام. فده بيقلل الافينيتي بتاع الايه بتاع الاكسجين. برضو ثاني اكسيد الكربون ممكن بطريقه دايركت يعمل حاجه شبه كده برضو، او مثلا بطريقه اندايركت برضو ان هو يكون يتحد مع ميه ويكون لي H2CO3 اللي هو بيتحلل بالكربونيك انهيدريت، برضو يتحول لايه، ويديني برضو اتش موجب في الاخر، فيروح برضو اتش موجب ده يروح ماسك في حاجه يخليها نيجاتيف بوزيتيف، تروح ماسكه في حاجه نيجاتيف. فكل الحاجات دي بتقلل لي الافينيتي بتاع ايه، بتاع الاكسجين. طب يا ترى كده لما يقل الافينيتي بتاع الاكسجين الكيرف هيتشفت ناحيه مين؟ الرايت. زي ما احنا قلنا احنا ممكن نسكمها عارفين اللي هي الرايت هاند لحد ما بترمز للعطاء يعني. فاحنا هنا لما بيتشفت ناحيه الرايت معنى كده ان الهيموجلوبين هيدي اهو، هيعمل جيفنج للاكسجين للتشو، هيسيبه بقى للتشو،
تمام صح. طيب إيه، زي ما احنا شايفين كده مثلا، لو احنا جينا على الحتة ديت اللي هي فيها التنشن قليل في التيشو اهوت، ان انا مثلا لو انا عندي ال pH اتش قليل اهو، اللي هو باللون الاحمر ده، لو كيرف ناحية الرايت، لو مثلا جينا نشوف عند تنشن 20 هنلاقي 10% بس ساتوريتد. لو جينا عند الاخضر ده اللي هو اللي فيه pH اتش اعلى شوية، جينا نبص على 20 هنلاقي 20% الهيموجلوبين ساتوريتد. فمعنى كده ان ايه، ان كل ما بزيد ال pH ده بيقلل الافينيتي بتاع الايه، بتاع الاكسجين هو يمسك، او الافينيتي بتاع الهيموجلوبين هو يمسك في الايه، في الاكسجين. وعكس الكلام برضو في اللنج، ان انا لما يكون عندي في اللنج التنشن بتاعي بتاع الـ سوري ال اتش الموجب اقل، يعني ال pH اعلى، وعندي برضو له كميه من الثاني اكسيد الكربون، فيبدا بقى هو الاكسجين هو اللي يمسك في الهيموجلوبين، يخلي مين، يخلي الهيموجلوبين جاي بقى من التيشو شايل ثاني اكسيد الكربون وكده، يسيبهم عشان ايه، يسيب ثاني اكسيد الكربون تو بي اكسكريتد بقى وهو يمسك فيه. تمام، فهي دي برضو البور افكت، دي بتخلي برضو ان الهيموجلوبين يشتغل بصورة ايه، بكفاءة، ان هو او بيقوم بوظيفته يعني. تمام. طيب وبرضو في الكيرف بقى، في اللنج الكيرف بيتشافت ناحية مين، ناحية الليفت. تمام، كده ان شاء الله نكون خلصنا الجزء بتاع الهيموجلوبين، وشكرا، ثانك يو.